تحت عنوان مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور، عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس دير الزور المدني مؤتمرا بمشاركة واسعة من شرائح مجتمع دير الزور. تحت عنوان مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور، عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس دير الزور المدني يوم أمس الأحد مؤتمراً بمشاركة واسعة من شرائح مجتمع دير الزور ومجلس سوريا الديمقراطية. تمخض المؤتمر عن جملة من المقررات أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات واعتماد عناصر التكنوقراط وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وترتيب قوى الأمن الداخلي ومجلس دير الزور العسكري من جديد خلال مدة أقصاها 6 أشهر. وورد ذلك في البيان الختامي لهذا المؤتمر الوطني الذي حضره شيوخ ووجهاء العشائر ونشطاء المجتمع المدني وإداريون وجمع من أهالي دير الزور والأرياف المحيطة، بالإضافة إلى مشاركة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ووفود من الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية. وخلال كلمتها بالمؤتمر ربطت إلهام أحمد أحداث دير الزور بمخططات ومخرجات اجتماعات أسيتانا التي قالت إنها تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وخلق الفتن فيها والسيطرة عليها، محذرة من الألاعيب التي تحاك للمنطقة باستغلال بعض الثغرات من قبل الخارج. كما تطرقت رئيسة الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية لدور المرأة والتشاركية، واعتبرت أن الالتزام الأخلاقي بالمسؤوليات والمهام من قبل كل الإداريين في الإدارة المدنية أحد المعايير الأساسية التي تنتقل بالمنطقة من مرحلة الهدم إلى مرحلة البناء وبالتالي الوصول لمرحلة الانتماء وفق قولها. واختتمت إلهام أحمد كلمتها في المؤتمر بالحديث عن وجوب زيادة الوعي وتنمية الثقافة واتباع السلوكيات الديمقراطية. وخرج المؤتمر ب42 بندا على هيئة خريطة طريق تخص مختلف جوانب الحياة في منطقة دير الزور، من شأنها أن تكرس التشاركية في الإدارة المدنية لدير الزور وكذلك تنمية المنطقة اقتصاديا وتفعيل دور القضاء والشفافية والاهتمام بدور المرأة والشباب وغيرها من البنود الهامة. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من دير الزور الدكتور غسان اليوسف عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية. أهلا بك دكتور غسان. إذا نتحدث عن مؤتمر عقد أمس في دير الزور، مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور، بداية نسأل عن أهمية هكذا خطوة خاصة في ظل الظروف الراهنة. مساء الخير لك عزيزي ومساء الخير للمشاهدين. مساء النور. صراحة عقد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تحيط بالمنطقة سواء على المستوى الإقليمي ولا المستوى بسوريا، يعني ما يحدث إقليميا بغزة، كذلك الاستهدافات المستمرة للبنية التحتية من قبل تركيا، عقد هذا المؤتمر يعني يعتبر صراحة نجاح كبير للإدارة الذاتية وللقوى الموجودة على الأرض بمناطق شمال وشرق سوريا. إن دير الزور تشكل أهمية جيوستراتيجية للمنطقة صراحة، وكان هناك خلال الفترة الماضية يعني محاولة من قبل أطراف خارجية لزعزعة الاستقرار وإثارة الفتن داخل هذه المنطقة، إثارة الفتنة بين المكونات سواء العرب أو الأكراد. صراحة كان هناك حرص كبير ووعي كبير لدى العشائر العربية الموجودة بدير الزور لتجاوز هذه المحنة. بنفس الوقت كان يوجد هناك مطالب محقة لأهالي دير الزور خلال الفترة الماضية، وتم نقاشها صراحة بكل شفافية أثناء المؤتمر يوم أمس. المؤتمر ضم يعني أغلب، إذا لم نقول جميع، الناس البارزين والفاعلين من وجهاء المنطقة وزعماء القبائل والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، كذلك المجتمع المدني الذي يشكل أهمية كبيرة ضمن دير الزور. صراحة تم النقاش بهذا المؤتمر بكل شفافية بمطالب أهالي دير الزور، وسبق هذا المؤتمر صراحة العديد من الاجتماعات قامت بها الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية بكافة مناطق دير الزور. هذه الاجتماعات كانت متنوعة ومع المختلف
مع الإدارة، وتم النقاش يعني بشكل شفاف بجميع المطالب المحقة لأبناء دير الزور. تمخض عن هذا المؤتمر صراحة مجموعة من المخرجات هي تشكل أهمية بالغة لأبناء دير الزور وأبناء المنطقة، وهذا يعني صراحة يعتبر يعني أحد أكبر يعني تنفيذ أمور ديمقراطية. يعني بكل ديمقراطية تم مناقشة المطالب، وبكل ديمقراطية خرجت هذه المخرجات، وسوف تعمل الإدارة الذاتية والإدارة بدير الزور، كذلك قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية سوف تعمل خلال مدة محددة على تنفيذ هذه المطالب، تحقيق استقرار دائم بالمنطقة. دكتور غسان، يعني تحدثت عن بشكل عموم عن المخرجات، يعني بحسب البيان الختامي كان هناك 42 مادة، هناك عدة نقاط وأبرزها مهمة، يعني نتحدث مثلا عن إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات على أن تكون هذه إعادة الهيكلة خلال مدة 6 أشهر. بداية يعني هذه المدة هل هي كافية في ظل الظروف التي تحيط بمحافظة دير الزور سواء الإقليمية أو حتى الداخلية والتي تحدث عنها حضرتك الفتنة؟ صراحة هناك تدخلات مستمرة، ولا زالت هذه التدخلات يعني تحاول زعزعة الاستقرار بالمنطقة. إن الخيار الاستراتيجي والخيار الأفضل والأمثل لدير الزور وعشائر المنطقة هو خيار الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية، هو الخيار الأنسب لأبناء المنطقة. أبناء المنطقة يعني مرت عليهم العديد من القوى خلال أكثر من 12 عام من بدء الأزمة السورية. اليوم يعني مسألة إعادة الهيكلة بالمجلس العسكري والمجلس المدني كذلك بمجلس القضاء هو أحد مطالب أهالي دير الزور، وكانت هناك استجابة لدى الإدارة الذاتية بتحقيق هذه المطالب من خلال ديمقراطية توافقية تشمل أبناء المنطقة لحين الاستقرار بالمنطقة، توفر الظروف المناسبة لتحقيق انتخابات. يعني لحين وجود هذه الانتخابات هناك ديمقراطية توافقية. دير الزور هي منطقة عشائرية يوجد فيها عشائر مختلفة بدير الزور، وهناك ناس فاعلين هم يعني أصحاب الرأي المباشر وهم الفاعلين بالمنطقة، وهم الذين ساهموا صراحة بالاستقرار بالمنطقة خلال الأزمة التي عدت من شهرين يعني بدير الزور. سوف يكون هناك تشاور يعني من قبل الإدارة الذاتية والإدارة لإعادة الهيكلة وجلب شخصيات تحمل كفاءة، شخصيات تكون تكنوقراط يعني تمثل المجتمع المحلي الموجود بدير الزور، تكون قادرة على إدارة البلد بشكل حقيقي، وهم الذين سوف يمثلون أبناء المنطقة بكل المحافل سواء السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية. بشكل عام وجهة نظر أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تنفيذ هذه المخرجات، والمخرجات كانت يعني تحمل عدة محاور: المحور السياسي، المحور السياسي والإداري، محور الخدمي، المحور الأمني والعسكري، المحور الاقتصادي. يعني شملت جميع البنود وجميع المطالب لتحقيق الاستقرار، وبتنفيذ هذه المخرجات سوف يكون هناك يعني وعد لأي فتنة، لأن هناك تحريض من قبل جهات خارجية، والجهات الخارجية تحاول استغلال الأخطاء الموجودة وبعض العثرات الموجودة تحاول استغلالها. لكن إذن هذه الخطوة وهذا المؤتمر دكتور غسان هل يقطع الطريق على هذه التدخلات الخارجية التي تصفها وهي معروفة من قبل قوات الحكومة السورية والفصائل الإيرانية؟ يعني بكل تأكيد عزيزي، بكل تأكيد أن تنفيذ هذه المخرجات سوف يؤدي إلى الاستقرار وعدم وجود أي تدخلات خارجية. نعم نحتاج مزيد من الوقت، يعني المدة اللي كانت موجودة يعني، وهي نقطة يعني بكل شفافية أنك تحدد وقت محدد لتنفيذ المخرجات اللي إذا خرجت من المؤتمر، هاي نقطة في يعني بكل شفافية نقطة مهمة جدا يعني. لكن سوف نعمل جميعا يعني كمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لتنفيذ هذه المخرجات، لأنه سوف تشكل استقرارا حقيقيا
حقيقية للمنطقة، ودير الزور يعني هي تشكل عمق حقيقي للإدارة الذاتية من حيث أهمية الاستراتيجية وغنائها بالموارد الطبيعية. ذكرت لك وأرجع وأكرر لك أن خيار أبناء دير الزور هو الاستراتيجي، هو والمصير المشترك مع أبناء المنطقة هو خيارهم الاستراتيجي، هو الإدارة الذاتية والتفافهم إلى الإدارة الذاتية، كذلك مع قوات سوريا الديمقراطية التي قدمت تضحيات كبيرة لتحرير هذه المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي، وقدمت تضحيات كبيرة للاستقرار بالمنطقة، ولا زال يعني اليوم تحقيق المطالب إيهاية من الاستقرار السياسي والاقتصادي والخدمي. هناك شيء مهم جدا أنا أود ذكره لأنه أنا موجود في دير الزور، داعش لم ينتهي، التنظيمات الإرهابية لم تنتهي، يعني داعش لم ينتهي، هناك خلايا نشطة لداعش تستغل هذه الظروف لعودة يعني لعودة سيطرتها على الأرض. لذلك هناك مخاطر كبيرة محدقة بالمنطقة والتفاف المنطقة تجاه الإدارة الموجودة وتجاه قوات سوريا الديمقراطية سوف يحقق الاستقرار. نعم هناك مطالب محقة بالتغيير والهيكلة وإعادة البناء، هناك مطالب من الناحية الاقتصادية، لكن بكل شفافية كان هناك يعني إصغاء واستجابة لبعض هذه المطالب، وسوف يتم الاستجابة إلى باقي المطالب خلال المدة المذكورة. طيب دكتور غساني، يعني بالنظر إلى البنود نتحدث عن أكثر من 40 بند، يعني كل تتحدث عن تفعيل ودعم وترميم وغيرها من الأمور، سواء دعم الترميم السياسي والخدمي، كل هذه الأمور، يعني إذن لو سألنا هنا عن الظروف التي دعت إلى عقد هذا المؤتمر، هل هي ظروف واقعية أم بسبب ما حدث مؤخرا من زعزعة الاستقرار الأمني بفعل التدخلات الخارجية التي تتحدث عنها؟ يعني دعني تتحدث لك بشفافية، يعني كانت هناك في بعض التراكمات بعض الأخطاء، يعني كان هناك يعني نوع من نقول التسلط يعني لمجلس دير الزور العسكري سابقا على القرارات المدنية. هناك أخطاء كثيرة حدثت بالفترة الماضية، وعندما قامت قوات سوريا الديمقراطية يعني بالوقوف على هذا الأمر ويعني تصحيح المسار، يعني استغلت الأطراف الخارجية هذه المطالب، يعني وحدث يعني منذ شهرين حدثت بعض المشاكل بدير الزور. هناك مطالب يعني هي قديمة موجودة ومطالب جديدة، لكن مثل ما ذكرت لك هناك نية حقيقية لدى القيادات بقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية للاستجابة إلى مطالب أهل دير الزور المحقة، وهذه نقطة إيجابية صراحة تشكل عامل الاستقرار الحقيقي بهالمنطقة. أشكرك جزيل الشكر من دير الزور الدكتور غسان اليوسف عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.